افتتح محافظ مطروح خالد شعيب 3 محطات لتنقية وتحلية مياه الآبار الجوفية استمرارا لتقديم المزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين، خاصة بقرى وتجمعات غرب مطروح. وجه محافظ مطروح شركة الكهرباء بالإسراع بتشغيل المحطات على محولات كهرباء بدلا من الديزل، كما وجه أيضا بالحفاظ على المحطات واستمرارية التشغيل بالتنسيق مع المهندسين وفني التشغيل. في إطار توفير حياة كريمة للمواطنين واستمرار تقديم الخدمات لأهالينا في مطروح، النهاردة يمكن في عمق الصحراء الغربية وفي مدينة مراني تحديدا في 3 تجمعات صحراوية بنفتتح 3 محطات لتحلية تنقية مياه الشرب، منهم 2 محطة جنوب مراني في تجمع القبلية وتجمع علوة المصانع، والمحطة الثالثة اللي احنا موجودين فيها حاليا دلوقتي في تجمع أبو غليلة.